السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي علوم للصف الثاني المتوسط الجزء الثاني. راح ناخذ الفصل السادس الدرس الأول اللي هو ما الضوء المرئي، صفحة 71. يعني راح ناخذ فقط الدرس الأول، وإن شاء الله على الفيديو اللي يجي نحل مراجعة الدرس. يلا عيني، صفحة 71. الفكرة الرئيسة: الضوء هو شكل من أشكال الطاقة يؤثر في العين ويحدث الأبصار، وهو موجة كهرومغناطيسية وله خصائص عدة. ما الضوء المرئي؟ الضوء تعريفه هذا كله الضوء، يعني أقول له هو شكل من أشكال الطاقة يؤثر في العين ويحدث الأبصار، ويمكننا من رؤية الأجسام من حولنا. نحصل على الضوء من مصادر متعددة. هذا تعريف الضوء، هذا كله يقول لك ما هو أنواع الضوء، أو شنو الأجسام من حولنا تبعث الضوء، شو نسميها؟ أكو أجسام مضيئة ومستضيئة. المضيئة كالشمس والنجوم والمصباح الضوئي، أما المضيئة اللي تعكس المستضيئة اللي تعكس الضوء كالقمر اسمها أجسام مستضيئة، كالقمر والكتاب والشجر. هذا كله حفظ. زين، ينتقل الضوء بشكل موجة كهرومغناطيسية مكونة من مجال كهربائي عمودي على مجال مغناطيسي، وهو جزء من الطيف الكهرومغناطيسي. يتكون الطيف المرئي من 7 ألوان: الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي، ويتراوح مدى أطواله الموجة من 400 إلى 700 نم، وكان له لون له طول موجي خاص به. فهذه تعريف الطيف المرئي. ننتقل إلى صفحة 72. ما خصائص الضوء؟ خصائص الضوء عندنا 4 خصائص. أولاً، الضوء يسير في خطوط مستقيمة في الوسط المتجانس الواحد. 2، يمتاز الضوء بمبدأ استقلالية الأشعة، أي أن الأشعة الضوئية عندما تقطع لا يؤثر أي منهما على الآخر، بل يواصل كل منها السير في اتجاهه، وتعرف هذه الخاصية بمبدأ استقلالية الأشعة الضوئية. 3، لا يحتاج الضوء إلى وسط مادي لانتقاله، فهو ينتقل في الفراغ، وينتقل أيضا بالأوساط المادية الشفافة بدليل وصول ضوء الشمس إلى الأرض. 4، يسير الضوء بسرعة ثابتة في الوسط الواحد. هذه يقول لك ما هي خصائص الضوء، 4 نقاط. ما سلوك الضوء في الوسط المختلفة، الأوساط المختلفة؟ عندما يسقط الضوء على زجاجة النافذة ينفذ جزءا منه وينعكس جزء آخر ويمتص المتبقي منه، وتقسم المواد من حيث سماحيتها للضوء بالنفاذ من خلالها على 3 أقسام: المواد الشفافة والمواد الشبه الشفافة والمواد المعتمة. تعريف المواد الشفافة: وهي المواد التي تسمح للضوء بالنفاذ من خلالها، فنرى الأجسام الواقعة خلفها بوضوح كالهواء والماء النقي والزجاج الرقيق المصقول. أما المواد الشبه الشفافة هي المواد التي تسمح بنفاذ قسم قليل من الضوء وتمتص وتعكس المتبقي من الضوء الساقط عليها، لذلك لا نرى الأجسام الواقعة خلفها بوضوح مثل الزجاج المحبب. أما المواد المعتمة هي المواد التي لا تسمح للضوء بالنفاذ من خلالها، فلا نرى الأجسام الواقعة خلفها كالحديد والخشب والكتاب. طبعا مهمات جدا هذني، ما هي أقسام المواد، يعني تقسم المواد من حيث سماحيتها للضوء بالنفاذ من خلالها على 3 أقسام: المواد الشفافة والشبه الشفافة والمعتمة، وكل وحدة وتعريف مالتها ومثال عليها. تتناقص مقدار الضوء النافذ من الوسط الشفاف بزيادة سمكه، أي أن الوسط الشفاف السميك يمتص الضوء النافذ، ولذلك نرى قاع البحر مظلما. كيف يتكون الظل؟ يتكون الظل عند وقوع أي جسم معتم في مسار الضوء، فإن هذا الجسم يعمل على حجب الضوء عن منطقة معينة، وتنشأ مساحة مظلمة تتخذ شكل الجسم المعتم. وقد تكون هذه المنطقة مظلمة تماما وتسمى الظل التام، ويتكون حولها منطقة مضاءة قليلا تسمى شبه الظل بحسب نوع المصدر الضوئي المستعمل، ويعد تكوين الظل دليلا على انتشار الضوء بخطوط مستقيمة. وهناك ظواهر طبيعية تحدث نتيجة تكون الظلال، وهو كسوف الشمس وخسوف القمر، هاي تجي على شكل فراغات.
عندما يسقط ضوء، يقول لك تحدث عن كسوف الشمس، عندما يسقط ضوء الشمس على كل من الأرض والقمر فيتولد خلفها ظل وشبه الظل، فإذا سقط ظل القمر على الأرض انحجب جزء من ضوء الشمس أو كله عن جزء من سطح الأرض، تسمى بظاهرة كسوف الشمس. هسه يقول لك اشرح لي ظاهرة كسوف الشمس، هذين النقطتين. أو عندما يكون القمر بالمحاق وتكون مراكز كل من الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة، قد يكون الخسوف الكسوف قد يكون الكسوف كليا، إذ يحجب ضوء الشمس كليا عن جزء من سطح الأرض، وقد يكون جزئيا إذا حجب جزء من ضوء الشمس. ويستغرق كسوف الشمس أكثر من 7.5 دقيقة بسبب صغر ظل القمر على الأرض. هذا كله من هو كسوف الشمس، هذا كله كسوف الشمس كيف يحدث. نجي على خسوف القمر شلون يحدث. يحدث عندما يكون القمر بدرا، هذاك محاقا، ومركزه على استقامة الخط الواصل بين مركزي الشمس والأرض، وتسمى هذه الظاهرة بخسوف القمر. فإذا سقط ظل القمر على ظل الأرض على القمر وانحجب جزء من ضوء القمر أو كله عن الأرض، قد يكون الخسوف كليا، إذ وقع القمر في منطقة الظل التام. أما إذا كان جزء منه في منطقة الظل التام والمتبقي منه في منطقة شبه الظل، سيكون الخسوف جزئيا، ويستمر خسوف القمر نصف ساعة إلى ساعتين، ويحدث مرة أو مرتين كل سنة. فيقول لك ما هو الفرق بين خسوف ما هو الفرق بين خسوف القمر وكسوف الشمس. هنا وتنتهي المحاضرة، وإن شاء الله التوفيق.